الخبر الأهم واللي تكلمت عليه أنا قبل أسابيع وقبل أشهر وما هوش تكزان تحليل، تحليل يعني تاع واحد يتبع الأخبار يقدر يعطي هذه الفكرة أو يعطي هذا التصور، اللي هو أنه قبل نهاية 2024 راح يصرى حدث، حدث كبير، حرب راح تصرى، أزمة عالمية اللي تغير بعض الأمور اللي لازم تغير، ممكن تغير في الخريطة، خريطة العالم، كي نقول خريطة العالم يعني تقسيم دول، تفكك دول، احتلال دول، هذا هو المقصود بالتغير الجغرافي، مش معناتها يصرى زلزال ولا بركان، لا، تغير جيوستراتيجي لبعض المناطق أو بعض الدول يصرى فيها حدث، حدثنا ممكن حرب عالمية تنهي أنظمة وتنهي حتى دول، تزول، كي نقول تزول يعني منظومة سياسية والمنظومة الاقتصادية وكذا تزول. إذن أنا متصور أنه راح يصير شيء لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأساسي هو أحداث غزة، بداية أحداث غزة فتحت الباب أمام كل التكهنات، كل الاحتمالات. زدت أكدت من هذا التكهن أو من هذا التحليل بعد الضربة الإيرانية، بعد الضربة الإيرانية التي كانت بداية لسلسلة من الأزمات والضربات وعندها أمور كثيرة. مقتل الرئيس الإيراني أنا مازلت نقول أنه مقتل، مازلت نقول أنها جريمة، وأعتقد أنه من المستحيل، أعتقد أنه من المستحيل أن تذكر السلطات الإيرانية أو أن تخرج الرواية الحقيقية لمقتل الرئيس، تعتبر شيء سري يبقى من أسرار الدولة الإيرانية لعقود، لكن فيه، فيه جريمة، ممكن جريمة داخلية إيرانية، إيرانية تصفية حسابات ومحاولة مثل ما قال لي الدكتور الإيراني اللي شفته آخر مرة، قلت لكم أنه قال أنه فيه يعني جناح إيراني أراد التخلص من جناح المتشدد هذا، تخلصوا منه، قد يكون، وقد يكون فعل أو جريمة خارجية، صاروخ إسرائيلي قادر يكون من أي مكان، يعني قادر يكون احتمالات، لكن أنا عندي قناعة أنها جريمة وليست حادث طبيعي يعني خلل تقني في الطائرة، لا أعتقد، أعتقد أنها جريمة مدبرة، إما قنبلة كانت على متن الطائرة يعني كانت موجودة قنبلة وتفجرت أدت إلى ما أدت إلى مقتل الجميع، أو صاروخ ضرب الطائرة، الله أعلم. المستقبل راح يجاوبنا على هذا السؤال. اليوم ما يحدث في اليمن، وأنا تكهنت أو قصدي تكلمت على الموضوع هذا قبل أسابيع، قلت لكم أنني أتوقع، أتوقع ضربات يمنية على الكيان الصهيوني إسرائيل قبل أي حرب محتملة مع حزب الله في جنوب لبنان. طبعا اليمن الحوثيين إذا ضربوا الكيان الصهيوني إسرائيل، إسرائيل راح ترد، في نفس الوقت راح يكون ضربات إلى على حزب الله في جنوب لبنان، وتخلط الحالة، وهي صارت اليوم، هي صارت اليوم. هذه الأخبار، هذه الأخبار كنا نتوقعها، أو هذا التطور الخطير في المنطقة كنا نتوقعه، وراح يكون أكثر، راح يكون أكثر، لأنه المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني يقول أننا لن نتوقف ولن نتردد في ضرب النقاط الحساسة في الأراضي المحتلة فلسطين، يعني الكيان الصهيوني. وقبل دقائق أو قبل يعني ساعة أو أقل كنت متابع في القنوات العالمية وشفت أنه فيه ضربات على منطقة النقب، يعني منطقة النقب اللي هي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، وفيه ضربات، فيه ضربات، والآن ممكن على المباشر تشوفوا فيه تطور خطير في المنطقة. طبعا فيه ضرب صهيوني إسرائيلي على جنوب لبنان بعض القرى وبعض المناطق. إذن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطور خطير وخطير جدا في هذا الاتجاه. اليمنيين مش رايحين يسكتوا، رايحين يوسعوا ضرباتهم ممكن لمناطق أخرى قد تكون حتى عربية، أتوقع أن يكون فيه ضرب إلى بعض النقاط الإماراتية، النقاط السعودية، طبعا سيطرة على البحر، راح تكون عمليات نوعية
في السواحل يعني اليمنية، اعتراض السفن سواء كانت تجارية أو عسكرية، يعني راح يكون فيه تطور خطير وخطير جدا في المنطقة. يكون فيه تطور خطير وخطير جدا في المنطقة. هذا الأمر عنده علاقة بانتخابات الرئاسية في أمريكا، اللي كل الاحتمالات تصب في اتجاه فوز الرئيس المتطرف اليميني طبعا ترامب. وطبعا فوز ترامب سيخلط أوراق المنطقة نفس الشيء، لأنه متشدد خاصة في، طبعا هو موالي بشكل كبير للكيان الصهيوني إسرائيل، لكن في نفس الوقت يرفض هذه الحرب في قطاع غزة، ويرفض يعني عنده سياسة خاصة تجاه حتى الدول المطبعة العربية بما فيها السعودية والإمارات وغيرها. طبعا موقفه من ما يسمى بالربيع العربي والثورات العربية موقف واضح، وهو يرفض، طبعا كان يرفض وما زال في نفس الفكرة، يرفض ما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما حدث في ليبيا. يرفض، هو مع بقاء النظام الليبي أيام القذافي، مع بقاء النظام العراقي نظام صدام حسين، مع بقاء نظام بشار الأسد، يعني عنده أفكار متطرفة عكس الإدارة الأمريكية الحالية، وأفكاره تتعارض وأفكار نتنياهو طبعا، بالرغم من أنه مؤيد للكيان الصهيوني، ولكنه يتعارض مع كثير من أفكار نتنياهو. لأعتقد أن فوز ترامب في أمريكا هو نهاية حكم نتنياهو في الكيان الصهيوني إسرائيل، هذا ما أتوقعه. يعني إذا فاز ترامب الحرب في غزة أكيد توقف، وراح يكون فيه انقلاب سياسي طبعا في الكيان الصهيوني إسرائيل، وستكون فيه مفاجآت قبل نهاية السنة. والله أعلم، والله أعلم، الله أعلم إن كنت بعلم كما يقول. الآن نرجع لخبر اللي تم تداوله بشكل واسع اليوم، والناس أنا قلقوني وكأنني ناطق رسمي باسم فريق توفيق، أو فريق توفيق هذا يعني رجل خالتي اللي أنا عمري ما نعرفه، ما تلقيت معاه ما شفته، يبعثوا لي الناس بنزدي لها الفريق توفيق مات يا ودي، قلت ماني في باريس نوش دخلني توفيق، توفيق راه في عيد، راه سمعت راه يلعب في الرياض، راه يدير في الماتش، راه يلعب بلوطا السيد خاطيني، وين وين على بالي وش توفيق صاحبي رجل خالتي نسيبي وين نعرفوس درنا افتكير. قال لك ابز دير شوف، قلت له يا ودي ما كاش درك نسقسي ساقسي كش مالسين نعرفهم. قال لي كان يلعب بلوطا وسجل 6 اهداف. لكن بديت نبحث الخبر هذا منين تنشر. الخبر هذا نشرته او نشره موقع مغربي. الغريب ان الموقع المغربي هذا اسمه الجزائر اليوم، ويقول وفاه محمد مدي المدعو جنرال توفيق رحمه الله تلفزيون وطني. ما فهمتش التلفزيون الوطني المغربي ولا الجزائري. هذه هي الصفحه الجزائر اليوم اللي نشرت الخبر، بالرغم من انها صفحه يعني تافهه فيها 8000 متابع فقط، ولكن الخبر تم نشره بشكل واسع. الغريب في الامر، وانا هنا اندد واعاتب كثير من النشطاء في الفيسبوك، يعني اسماء اللي خلينا قطط هذه كل والحشرات الكهرومنزليه هذوك ما نتكلموش عليهم، لانهم يتمناوا انه يكون الخبر صحيح. لكن بالنسبة للإعلاميين، إعلاميين صحفيين ينشروا الخبر على أساس أنه صحيح، وما عندهم إمكانية، عندهم قدرة على التحري هل الخبر صحيح أم لا. أنا استغربت مثل ما رسلوا لي الإخوة من صحفية بالقناة الثالثة تنشر الخبر لهذه الصحفية، هذه الأخت هذه ليندا اللي نشرت وفاة محمد مدين المدعو الجنرال توفيق إن لله وإنا إليه راجع. هذه صحفية، مشكل أنها رئيس قسم، رئيس القسم في القناة الثالثة حسب ما هو مكتوب الآن، بعثوا لي صفحتها استغربت. هذه صحفية في القناة الثالثة، صحفية في القناة الثالثة تنشر خبر روجت له مواقع وصفحات مغربية، عيب عيب يا مدام باش تنشري خبرك ما هذا. كنت قادرة تتصلي كصحفية، كنت قادرة تتصلي بأي واحد من عائلة الفريق توفيق، أو فريق توفيق كيموت راه موش مواطن بسيط، رئاسة الجمهورية يكون عندها خبر، وزارة الاتصال عندها خبر، رئاسة الحكومة الوزراء عندها خبر، هذا رجل دولة مجاهد ورجل دولة وكان رب الجزائر. أن ينشر الخبر مدون صغير أو ناشط في الفيسبوك نقدر نقولوا غلطوه المركب، صح، صحافي ورئيس قسم في القناة الثالثة، معناتها كي نقولوا رئيس قسم عندك على الأقل، على الأقل عندك 30 سنة خبرة في الصحافة، على الاقل راكي عندك 30 سنه يا سيدي في الاخر، عيب خبرك ما هذا يتنشر بهذه الطريقه. لانه الناس اذا قراوا في صفحات اخرى ممكن يكذبوا، بس يقراوا عند صحافي خلاص، صحافي وفي الجزائر
لو كان نشر واحد قال من النشطاء في الخارج ممكن يقولوا إشاعة، بصح صحافي يشتغل في مؤسسة رسمية في الجزائر عيب. إذن هذا تنبيه للزملاء والإخوة والأخوات، تحرّوا في نشر الأخبار المغرضة المزورة، وعندكم ألف طريقة وطريقة للتحري، عندكم ألف طريقة وطريقة للتحري، عيب باش تنشروا أخبار مثل هذه. أوكي أوكي نفوتوا. الآن نعلق على بعض الصور ثم نروحوا لأمور سياسية ونتكلموا شوية، لأنه اليوم قاعدين فارغين شغل وقاعد قاعد اليوم قاعدين مرق. توتا المنقوشة، توتا المنقوشة اللي هو توفيق بن ناصر ابن المرحوم بن ناصر مدير القضاء العسكري سابقا طبعا ووكيل الجمهورية في المحكمة العسكرية، نشر صور، وهذه الصور لا تعتبر صور سرية ولكن صور خاصة. الصور الخاصة هذه اللي تحصل عليها من عندي أنا، من جهازي سرقها من عندي، هو الرائد الكوماندو غربي صلاح الدين المتهم بالخيانة والمتهم باتهامات كبيرة ومحكوم عليه في المحكمة العسكرية بالبليدة وموجود في السجن العسكري. غربي صلاح الدين هذا من حتس حاري للأسف الشديد، وحكيت لكم القصة كيفاش خدعني بن عمي وكذا ونعاونك وانا راني متخصص في الانفورماتيك ونعاونك كذا وكذا، خدعني عطيت له لاكسي باش يدخل الجهاز تاعي بكري 2017 ملي كنت واش يقول لي بن ناصر هذاك، يقول لي مقندف ولا واش يقول لي ديك الكلمه اللي واش يقول لي يا ربي كافي يعني شغل مقندف ولا شي واحد الكلمه يقولها لي جبري، احنا نقول واحد انا جبري يعني انا مقندف وجبري وكذا، بصح عطاني واحد الكلمه هكذا نسيت فكرني واش يقول عليا بن ناصر بول المنقوشه توتا المنقوشه يقول عليا كلمه. في 2017 كنت يعني كافي اكثر مضرب دوكا شويه، وليت نلبس تريكو احمر وليت نشرب شعري مليح هكذا بكري، كنت كافي صح جاي من الجلفه واش تعاوسي، كنت ما نعرفش. هذا غربي صلاح الدين خدعني، وانا قلت لكم طير حر كنت قبل ما تخبطش ما نلعب لكمش باللي لا خدعني، عطيت له المفتاح فتح داري ودخل وخمل كاع العش كما يقول لك الناس بو عائلته وداه تصاور تاوعي تاع عائلتي مرتي ولادي كذا كذا كوارتي الامور الخاصه فدي كلش واش كاين في الاورديناتور. الحمد لله ما عنديش اسرار، ما عنديش اسرار خطيره، عندي تصاور تاع اصحابي احبابي ولادي كذا فدي كلش قدام. هذا الخائن غربي صلاح الدين اللي راهو مرمي في السجن العسكري هو اللي سرب هذه الصور لتوفيق بن ناصر، لانه الصور هذو ما خرجوا حتى من جهه الا من جهازي، والصور هذو قدم كانوا عند غربي صلاح الدين ونتاكد كانوا عنده. منهم نشر بعض الصور الى تذكروا في هارد ديسك، كان يسميهم هارد ديسك، ونشر زعما اسرار وكذا وكذا تاع بن زديرهم اخوتي شبرق، ايه شبرق، ايه سميني شبرق، شكرا، ايه هذاك التوتا المنقوشه يسميني شبرق، ايه شبرق انا جاي كافي مسكين. اذا هذا يا غربي صلاح الدين الخائن النذل هو اللي عنده تصاوري، هو اللي عنده اموري الخاصه، سرب معلومات وسرب صور لهذا توتا المنقوشه. الان السؤال كيفاش؟ قضيه خليها للمحققين، خليها للمصالح المختصه، كيفاش وصلوا الصور من عند غربي للتوفيق بن ناصر؟ وصلوا عن طريق خوه بوعلان بن ناصر، او عن طريق واحد من عائله غربي، او عن طريق اختيتيل، او عن طريق منش عارف. انا نترك مصالح المختصه هي اللي تبحث عن، لكن انا متاكد 2000% ان الصور خرجوا من عند غربي صلاح الدين توفيق بن ناصر، وهي الصور خاصه انا ما نشرتهاش، لانه ارشيف لي انا نعتز به، عندي صور كثيره ارشيف وعندي الاف صور، ممكن ربعه ولا خمسه كانوا في الديسك دير يعني في اللابتوب تاعي في 2017 اداهم لي غربي صلاح الدين، هو نزل بعض الصور ويعتبرهم يعني